ايه اللي جاب الواد دي هنا يا عمدي؟ اهو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناطع انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفل دي، انا اقعد اتنايا الارض. ايه اقعد جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه، عشان ما حدش فيكم عارف انا جرالي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ ما انا هقول لكم. قول لي انا جامعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه، محدش مهتم ببلدني، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ دي دعوه ببلدني، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه؟ طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذ ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني؟ احتاجنا مثلا ميه يجركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو، مع ان احنا ميكوناف احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر انا بطلب منكم حاجه غريبه. أيوة. ايه ان انتوا فكروا بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. نفكر يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد. العمده تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي ايه دي يا حجي، انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امين اشيل بايه. وايه دي يا حجي؟ ايه دي؟ دي سيكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه دي؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح علي بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه؟ انا مجمعكم لسه هنبتدي اهو، اصحى معانا كده وفاوض. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا افضل وقت. ها. ما بتقعد بتنام. ها. ايه؟ ها فكرتوا يا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا، بس ما لقيناش حاجة والله. ما لقيتوش حاجة؟ ايوه والله ما لقينا حاجة. بص يا حاج، انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري يعني ما مديت ايه؟ مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكترة تغلب الشجاعة. انا عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج، تعالي هنا عودي جنبي، تعالي هنا. عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمدة في حاله وتعالي عودي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدة. اهدي يا عاد ازاي اهدي. اعتبريها الزبدة اللي ما بيني. دي زبدة. بس اتحرقت. دي المورتي. اللي احنا بنلمها من على الزبدة ونرميه. قومي يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمدة. ايه؟ فكرت في افكار ابيح. اللي هي زائد 18؟ اه. بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخينة. لا مش عايزين الافكار السخيني، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير، يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكره؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيقولنا لغاية عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، ميت كنافه طلع فيها ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن. ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى لما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ يعني لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي. يا يجي لنا كده وبسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه؟ طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه؟ ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه؟ هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. يا روما.
جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكوناف، وريتها كنافة بالمكسرات، لا دي كنافة أرداح. احنا في ميت كنافة بنقابل الناس اللي في ميت كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل كبار قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ديه نفخني. يعني ديه مش حجمك الطبيعي؟ لا، دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه مان؟ الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندرية. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جابلك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القرية اللي بنبصله فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوه عادي، وفجاه يجيني قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوه ونسكافيه وحاجه ساقعه ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش، بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ الجن بريء، ما عملش حاجه، ما لبسنيش. الجن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج. انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع. انت جديد، ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره شكله ادي ايه ساخي. يا واضح ان الجن ما اثر فيك. ايه اللي حصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني، مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح ابقى اروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول مفيش جن اللي ما لبسني. لازم تقول الجن لبس. لازم اقول لازم اني وانا قاعد قال الجن لبسني. وانا قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي. بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. الجن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه كده لغايه اما تدخوا تقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. هروش لي يا عمدي. نار هروش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. وانا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ها
ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سام؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من البقال؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح طبعا. ما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه جن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طلع كتير. يعني انت بتفاضل؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقف يا ابن كده. هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه دي احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه؟ لسه يا عم. طيب يلا. اقف. بقول لك ايه؟ ايه؟ قبل ما تطلعه ايه؟ قول له يسيب كل حاجه مكانها. وياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش اقف. يلا. ارجع يا جن الاصلك. ارجع زي ما حنا ماضي وعلى الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. النهار اسود ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع جن؟ انا بخاف اصلا. امال مين اللي الحياه تطلع الجن هتوديني في داهيه؟ استنى استنى الكاميرات شغاله. ايوه. اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. صحافه جامدي. ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وشا لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم. لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زي. والله ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعت. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ اه ايه فاد اهبل. يعني هتفضحنا. هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 انتوا فشلي كده ما حدش هيصدقني. ايوه انتوا ممثلين فاشلين ما حدش هيصدقني. طلعوا فيه. احنا عايزين فكره ثانيه غير فكره الجن دي. كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت يا ما تنطقش يا هلا. انت كل افكارك هبلي. ما تنطقش خالص. ايه وعايزين فكره تانيه. احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من الاصل. ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكري تهز البلد. انا عندي فكره تهز البلد. ايه يا حاج شيخ البلد؟ ايوه يلا يلا. تهز البلد مش تهد البلد يا حاج. اهدي. عايز فكرة يا جماعة. عايز فكري. يبقى نعمل مليونية. مليونية ايه؟ اذا كنا احنا 18 واحد في البلد نعمل 18 ايه؟ احنا عايزين فكرة تانية. لا 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 انا عندي فكرة.